مساء الخير بأجمل ناس في الدنيا. النهاردة حلقة كده كان في حد اقترحها امبارح ولقيت في تأييد كتير ليها، ولقيت ان احنا ما عملناهاش قبل كده، ولقيت ان هي مفيدة اوي. الفرق بين رجل وامرأة، شاب وفتاة، طفل وطفلة، كل برج من الابراج. سريعا 3 ثواني ارحب بجديد واقول له يا ريت يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك ويشيرها كمان وعيلتنا تكبر. وتعالوا بنا نبتدي بأول الأبراج، برج الربيع، برج الحمل. الحمل رجل أو امرأة؟ رجل الحمل هو الأعنف، هو الأعنف في بعض النقاط، زي الغيرة وزي العصبية وزي التوتر، يعدي الأنثى في كده. بينما أنثى برج الحمل هي الأعنف في الحب، إذا حبت أنثى برج الحمل تحب أضعاف مضاعفة أكتر من رجل برج الحمل. وكمان أنثى برج الحمل أنثى من الإناث اللي احنا بنقول عليها متفجرة الأنوثة، ولكن مع الشخص اللي يدخل مزاجها فقط لا غير. أنثى برج الحمل لا تجيد التعامل مع أكتر من رجل أو علاقة في وقت واحد، بينما رجل برج الحمل ممكن يجيد التعامل مع أكتر من علاقة في وقت واحد. الاتنين عندهم حتة شجاعة، وشجاعة أنثى برج الحمل أكتر من شجاعة رجل برج الحمل، وكرم رجل برج الحمل أكتر من كرم أنثى برج الحمل، وغيرة رجل برج الحمل أشد بأضعاف مضاعفة من غيرة امرأة الحمل. أما برج الثور، امرأة برج الثور أكتر عقلانية وعصبية وحزما في اتخاذ القرارات من رجل برج الثور. امرأة برج الثور هي الامرأة اللي ما يعجبهاش الحال المايل، وصعب اقناعها اكتر وبأضعاف مضاعفة من رجل برج الثور. امرأة برج الثور اشد اخلاصا اضعاف مضاعفة من رجل برج الثور. يا ريت واحنا بنكمل كده يعني تكتبوا لي ارائكم وتشاركوني في التعليقات، لان بحب ان انا اقرا تعليقاتكم واتعرف عليكم من خلالها. ولو شايفين الحلقة دي مفيدة دوسوا ديسلايك، دوسوا لايك عفوا عشان توصل لبقية أصدقائنا، لو العكس ديسلايك وقولوا لي السبب، احنا عيلة واحدة ورأيكم عندي في المقام الأول. أما برج الجوزاء، رجل برج الجوزاء، امرأة برج الجوزاء هي الأسرع تقلب بأضعاف مضاعفة من رجل برج الجوزاء. امرأة برج الجوزاء هي الأكثر إخلاصا من رجل برج الجوزاء. امرأة برج الجوزاء هي الأكثر عصبية أكثر من رجل برج الجوزاء. رجل برج الجوزاء أكثر بخلا من امرأة برج الجوزاء. امرأة برج الجوزاء أكثر غيرة من رجل برج الجوزاء. رجل برج الجوزاء وامرأة برج الجوزاء الاتنين أذكياء جدا. المرأة، مرأة برج الجوزاء هي الأشد ذكاء من الرجل والأسرع بديهة والأكثر لباقة. أما برج السرطان المائي، الرجل هو الأكثر ترددا، والرجل هو الأكثر حبا للمغامرات العاطفية والعلاقات العاطفية. أنثى برج السرطان هي الأكثر إحساسا والأعلى كبرياء، يعني أنثى برج السرطان كبرياءها أعلى بمراحل من كبرياء رجل برج السرطان. امرأة حساسة جدا. امرأة برج السرطان هي الأسرع يأسا من رجل برج السرطان. امرأة برج السرطان هي الأكثر فهما أو الأكثر عندها لمسة جمالية أو لمسة فنية أو لمسة ذوقية في اللبس أو الأشكال أو الرسم أو أكثر من رجل برج السرطان وبمراحل. أما برج الأسد الناري، امرأة برج الأسد هي الأكثر إحساسا بنفسها مقارنة بالرجل، وهي الأكثر حبا للمديح مقارنة بالرجل، وهي الأشد غيرة مقارنة بالرجل. رجل برج الأسد يعني درجة الأنانية عنده أعلى من امرأة برج الأسد. امرأة برج الأسد أشد كرما وسخاء من رجل برج الأسد. امرأة برج الأسد تبيع أسرع من رجل برج الأسد لو اكتشفت إن اللي في حياتها مش مقدرها أو خاين إلخ إلخ. رجل برج الأسد ممكن يرجع مقارنة بيها أسرع
ويكون اكتر سهولة. يعني امرأة برج الاسد هي الاسرع بديهة من رجل برج الاسد. رجل برج الاسد هو الاكثر لف ودوران ومراوغة اذا قارناه بالانثى من نفس جنسه. يعني انثى برج الاسد، الانثى والذكر في نفس البرج او في البرج الاثنين شيك جدا. الرجل هو الاعند من الانثى لو بنتكلم عن برج الاسد. كمان رجل الانثى تعتبر اشد في العاطفة والرومانسية منه، وان كان هو رجل يعني الى حد ما رومانسي ولكن هي اعلى منه وبمراحل. هو رتم حياته اسرع منها بكتير. برج العذراء الترابي الانثى اشد ذكاء وبمراحل، الانثى اشد عصبية وبمراحل. رجل برج العذراء عنده نوع او يقدر ان هو يتبارد اكتر من الانثى باضعاف مضاعفة. انثى برج العذراء انتقامية اكتر من رجل برج العذراء اذا احنا قارناهم ببعض. رجل برج العذراء يدي فرصة تانية وتالتة وعشرة، وانثى برج العذراء تدي فرصة تانية وتالتة وعشرة، ولكن لو قارناهم ببعض مين يبيع بسهولة اكتر، الرجل والمرأة؟ المرأة هنا هي اللي تبيع بسهولة اكتر من الرجل. انثى برج العذراء هي الاشد لباقة من رجل برج العذراء. انثى برج العذراء هي الانثى اللي تخاف على مشاعر الناس، او يعني تخاف ان هي تأذي او تجرح حد بمشاعرها. هي يعني ممكن نقدر نقول تيجي على نفسها مقارنة بالرجل من نفس البرج. تلاقي انثى برج العذراء انثى خدومة، رجل برج العذراء اناني شوية اكتر من الانثى. ولكن رجل برج العذراء أشد وأكثر تسامحا من أنثى برج العذراء، أكثر اجتماعية إذا قارناه بأنثى برج العذراء. تلاقيه هو مقارنة به هو اجتماعي أكثر، هو عملي أكثر من أنثى برج العذراء. يعني لو في شغلانة أو تحس إن هو برج عملي، رجل عملي، رجل شغله عنده والمادة والفلوس والكسب والتجارة، حتى التعليم بتلاقيه ليه عنده أولوية، والطموح عنده بيكون بارز قوي وواضح. وطبعا في تفاصيل كتير احنا ممكن ناخد ساعات واحنا بنتكلم، بس انا بركز على الحاجات البارزة واللي تخلينا يعني، او اللي هي ممكن تكون مشهورة او مهمة عشان ما اطولش عليكم. ونظرا ان صعب ان احنا ناخد كل الابراج في حلقة واحدة، احنا هنكتفي بالجزء ده، وبكرة ان شاء الله هنكمل بقية الابراج. اكتبوا لي ارائكم في الحلقة دي، يا ريت الناس اللي لسه ما خدناش ابراجها ما تزعلش، بكرة ان شاء الله في نفس التوقيت ده تقريبا هنكمل بقية الابراج، وممكن يكون بتفصيل كمان اشد تفصيلا من ده. اكتبوا لي ارائكم، واللي نسي يدعم الحلقه بلايك رجاء، لو شايفينها مفيده ادعموها بلايك. الانستجرام، الفيسبوك، قناتنا التانية للفضفضه، الروابط دي في اول تعليق ووصف الفيديو، يا ريت تشتركوا فيهم وتتواصلوا معانا. والى اللقاء لحد ما نلتقي في الجزء التاني بكره ان شاء الله.